استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات. وفي بداية اللقاء أشاد سمو الشيخ منصور بن زايد بما وصلت إليه العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، مشيدا سموه بالنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. من جانبه أعرب الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة عن اعتزازه الكبير بعمق العلاقات التي تربط مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تزداد تقدما ورسوخا في كافة المجالات بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، مشيدا بالمكانة الرفيعة والطيبة التي تتبوأها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على جميع المستويات والأصعدة وما تحققه من إنجازات نوعية ونهضة شاملة. وأشار رئيس مجلس الأمناء إلى التنسيق المتواصل والشراكة المثمرة القائمة بين مركز دراسات والمراكز والجهات الصديقة في دولة الإمارات بما يخدم تطوير العلاقات الثنائية الأخوية ويفتح آفاقا جديدة للتعاون المشترك. وقد اطلع سمو الشيخ منصور بن زايد على أهم الأنشطة والبرامج البحثية والفعاليات التي يقوم بها مركز دراسات في إطار دعم وتشجيع البحث العلمي وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة، ودوره في نشر مفاهيم السلام والوسطية، مثمنا سموه جهود المركز المتنوعة وما يقدمه من إسهامات وإنتاجات رصينة وراقية وسعيه الحثيث لرصد وتحليل واستشراف التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.